مناسبة واحنا بنعرض عليكم يعني الاسماء، الاسماعيلي كان تقدم بطلب لرابطة الاندية بيطلب نقل مباراته مع الاهلي من الاسكندرية الى السويس. بالفعل بعتوا خطاب لرابطة الاندية قالوا دي ثالث مرة على التوالي باللاعب الاهلي وبنلعب خارج ملعبنا وبنلعب في الاسكندرية، فقربونا شوية خلونا في السويس. الخطاب وصل الى الرابطة لعرضوا على الامن. توقعي انا الشخصي ان المباراة ستقام في استاد برج العرب، خصوصا ما حدث من بعضا من جماهير من الجماهير المتعصبة في المباراة الأخيرة بلا أي داعي وبلا أدنى داعي، وأعادتنا إلى أيام لم نكن أبدا نحب أن احنا نراها من جديد. أنا بقولك توقع الشخصي أن المباراة ستقام في استاد برج العرب كالعادة، ولو المباراة الأولى اتلعبت في برج العرب يبقى المباراة الثانية كمان هتتلعب في برج العرب. هذا ما يخص مباراة النادي الأهلي أو النادي الإسماعيلي والنادي الأهلي، المباراة الأولى في مسابقة الدوري العام للنادي الأهلي، وانتوا عارفين أنه الزمالك هيلتقي في المباراة الأولى مع نادي سموحة. سموحة فقط كثير جدا من اللاعبين لكنه بيراهن على صفقات جديدة.